بيكون النهاردة هنتكلم عن فنانة كوميدية معروفة جدا وهي زينات صدقي. بدأت مشوارها برحلة صعبة جدا، انتهت حياتها بمأساة قوية هنعرفها من خلال الفيديو النهاردة. قبل ما نبدأ ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوك كل فيديوهاتنا الجديدة. زينات صدقي من أهم الفنانات اللي كانت بتقدم الكوميديا، لكن بالرغم من كده مفيش حد في الوسط الفني مر بحياة مأساوية مثل التي مرت بها زينات صدقي. كانت زينات صدقي بتواجه مشكلة كبيرة جدا، ان ابواب المسارح كانت بتغلق ابوابها امامها، فواجهت صعوبة جدا في العمل في المسارح. لكن لما ابتدت الفرصة تجيلها وتشتغل في فرقة زي فرقة امين عطلة، وبدأت الدنيا تبتسم ليها وتسافر مع الفرقة في بلدان عربية وتقدم مسارح هناك، تفاجئت بطردها بشكل مفاجئ من الفرقة لما كانوا بيعرضوا مسرحية على أحد مسارح في الدول العربية. وكان السبب وراء طردها هي إن حولت نص المسرحية من دراما إلى كوميديا ساخرة أثناء عرضها للمسرحية. وجدت نفسها غريبة ووحيدة في بلد غريبة، وكان لازم ان هي تبتدي تدور على شغل بقدر المستطاع عشان تقدر ان هي تنفق على نفسها. من حسن حظها ان هي كانت بتحفظ العديد من اللغات اللي كانت بتقدمها في الوقت ده فتحية محمود من في القاهرة. كانت زينات صدقي بدأت ان هي تأدي المونولوج ده في الكازينوهات واعجب بيها الجمهور بشكل كبير، وابتدت ان هي تحصل على الشهرة. لكن لسوء الحظ واثناء عرض زينات صدقي لاحد المونولوجات القوية، دخلت عليها فتحية محمود بنفسها، وكانت زينات صدقي بتلقي مونولوج فاخدت علقة لم تنساها حتى اخر ايامها. ولكن كمان اضطرت ان هي تترك المونولوج وتعمل قراقصة عند بديعة مصابني في اوقات اخرى. ولدت زينات صدقي في حي الجمرك في مدينة الاسكندرية في 4 مايو 1912، درست في معهد انصار التمثيل اللي اسسه الفنان زكي طليمات في الاسكندرية، لكن كان والدها منحها من اكمال دراستها وقام بتزويجها ولم يستمر الزواج لاكتر من عام. بدأت حياتها الفنية كمغنية في بعض الفرق الفنية، شاهدها الفنان نجيب الريحاني وعرض عليها دور في مسرحية ليه وأطلق عليها اسم زينات. اتسمت على اسم صديقتها المقربة خيرية صدقي، أخدت منها اسم صدقي، وكان القاسم المشترك في دور سليطة اللسان أو الخادمة أو المرأة بنت البلد في عدد من الأفلام المصرية. اشتغلت مع فنانين كبار زي يوسف وهبي، إسماعيل ياسين، شادية، عبد الحليم حافظ، وأنور وجدي. عملت حوالي أكتر من 400 فيلم. وبعد ما اكتسحت مجال الكوميديا النسائية واشتغلت مع نجمات زي ميري منيب وداد حمدي وغيرهم، لكن كانت حياتها دايما مليئة بالمشاكل. بدأت نجمها بعد كده يقل شوية، وبدأت ان هي تبيع أساس بيتها حتى تحصل على الطعام. اضحكت الملايين لكن ما قدرتش ان هي تجد اي حد يقف جنبها. بدأت حياتها تبدأ في حياة مأساوية، وكان في تجاهل كبير جدا من الوسط الفني، حتى تم تكريمها من انور السادات في عيد الفن عام 1976. بالنسبة لأزمتها المالية، بدأت لما الضرائب حجزت عليها وما كانتش في الوقت ده بتشتغل خالص لمدة تزيد عن 20 عام، وبدأت ان هي تسد الضرائب، وبدأت ان هي تبيع كل حاجة عندها حتى السجاد الخاص بمنزلها. ولما راحت حفل التكريم اللي كرمها فيه الرئيس السادات عام 1976 في عيد الفن، كانت بترتدي قميص وجيبة ولم ترتدي فستان رسمي، مما دل على زيادة أزمتها المالية. وقرر الرئيس صرف معاش شهري ليها قيمته 100 جنيه، ومنحها شيك بمقدار 1000 جنيه، ودعاها إلى زفاف ابنته وأعطاها رقم تليفونه الخاص.
وقال لها إذا احتاجت أي شيء تطلبه منه فورا. ومع ذلك برضو استمرت أزمتها المالية وظروفها القاسية حتى آخر أيامها، وكانت أصيبت بمرض شديد بماء في الرئة، وقبل وفاتها لم يتقدم أي عمل ليها إلا فيلم واحد هو بنت اسمها محمود عام 1975، وتوفت في 2 مارس 1978 في القاهرة. ديت كانت حياة الفنانة زينات صدقي ما بين الرحلة الصعبة. اتكلمنا عن مواقف كتير صعبة جدا مرت بيها. تابعوا القناة عشان تعرفوا كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامة.